التاريخ، الجزء الثاني للصف العاشر. هذا التسجيل هو عمل تطوعي مقدم من مبادرة بصيرة للأشخاص المكفوفين وضعاف البصر بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. الفصل الخامس القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. تعتمد الدوله الحديثه على الجيش القوي لتاديه دورها الاساسي في رعايه شعبها وحفظ امنه الداخلي والخارجي لذا تسعى لتكوين جيش عصري تتوافر فيه الامكانيات الماديه المتقدمه الاسلحه والتدريب الى جانب الايمان الراسخ لدى منتسبيه بضروره الدفاع عن الوطن وصون حدوده والثقه بقائده والجيش العربي الأردني يشكل أنموذجا يحتذى في هذا المجال. ما الدور الوطني المتميز للجيش العربي الأردني؟ نرى في الصورة شعار الجيش العربي الأردني وهو عبارة عن نسر مفتوح الأجنحة يعلوه التاج الملكي وتحته سيفان متقاطعان. أولا: نشأة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وتطوره تشكلت نواة الجيش العربي من رجال الثورة العربية الكبرى وبناء على أوامر من الأمير عبد الله بن الحسين الذي رأى ضرورة توفير قوة نظامية مهمتها مهمتها حفظ الأمن تشكل الجيش العربي في عام 1921 وتكون من ثلاثه اقسام هي القوه العربيه المتالفه من رجال الثوره العربيه الكبرى وقوه الدرك ومهمتها حفظ الامن والقوه السياره من الفرسان والمشاه والمدفعيه ومهمتها دفاعيه ناقش جيش الثوره العربيه الكبرى هو النواه للجيش العربي الاردني اقرأ النص الآتي الذي يوضح تطور الجيش العربي الأردني في عهد الإمارة. مر الجيش العربي الأردني بالعديد من التطورات في عهد الأمير عبد الله بن الحسين فكان أهمها إطلاق اسم الجيش العربي على الجيش الأردني في عام 1923. وتبعه لاحقا الامر بتشكيل قوة البادية الاردنية في عام 1930، ثم الخدمات الطبية في عام 1941 لتوفير الخدمة العلاجية للجيش. فكر. تسمية القوات المسلحة الاردنية بالجيش العربي. أنيط بالجيش العربي الأردني إلى جانب حفظ الأمن العديد من المهام الإدارية في عهد الملك عبد الله الأول بن الحسين. وللتعرف إليها انظر الشكل الآتي ثم أجب عما يليه. المهام الإدارية للجيش العربي الأردني في عهد الملك عبد الله الأول: واحد إصدار الجوازات والتأشيرات ورخص السيارات. اثنان، الاهتمام بالصحة والمواصلات والهواتف. ثلاثة، العناية بالسياح وحراسة محطة سكة الحديد. ما الجهات التي تقوم حاليا بأداء المهام الإدارية الواردة في الشكل السابق؟ بعد تولي الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستورية، انتهج سياسة تطوير كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة الاردنية الهاشمية، وفي مقدمتها تطوير الجيش العربي. وكانت ابرز بوادر سياسة تطويره اعلان الملك الحسين بن طلال في آذار عام 1956 تعريب قيادة الجيش العربي. عن طريق انهاء خدمه قائد الجيش الفريق البريطاني كلوب باشا وعدد من الضباط الانجليز وتسليم قيادته الى اللواء راضي عناب وتسميته رئيس اركان حرب الجيش العربي. بين اهم اجراءات تعريب الجيش العربي التي قام بها الملك الحسين بن طلال. تأمل تأمل النص الاتي الذي يوضح تطور الجيش في عهد الملك الحسين بن طلال بعد تعريب قيادته ثم اجب عما يليه. زودت مختلف الالويه العسكريه باحدث ما توصلت اليه التقنيه العسكريه العالميه. وفتحت المراكز والمدارس والمعاهد العسكريه لاعداد الكوادر البشريه وتأهيلها عسكريا وعلميا لتنمية مواهبهم العسكرية. وقد خطى الجيش الأردني خطوات حثيثة على مدارج التقدم والرقي حتى أصبح مثلا يحتذى في الانضباط والنظام. مما جعله يساهم مساهمة فعالة في إقامة السلام والأمن في دول كثيرة من العالم. فشارك في قوات حفظ السلام التابعه لهيئه الامم المتحده في كمبوديا وكرواتيا والصومال وغيرها من البلدان. بيّن اهم التطورات التي حدثت للقوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي بعد قرار تعريب قيادته عام 1956. ناقش أهمية الدور الإنساني العالمي للجيش العربي الأردني في حفظ السلام العالمي. شهدت القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين تطورا في مجال رفع كفاءة الجيش وتزويده بأنظمة الدفاع والتكنولوجيا الحديثة. وأقيمت العديد من المشاريع الإنتاجية في عهده. تأمل النص الاتي الذي يبين دور الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تطوير الجيش ثم اجب عما يليه. يحرص جلالته على زيارة تشكيلات تشكيلات ووحدات القوات المسلحة الجيش العربي ويشارك في التمارين العسكرية الداخلية والخارجية وفي الندوات التدريبية والتمارين المشتركة والامسيات الرمضانيه ومآدب الافطار فيها ويحرص على انشاء المراكز العسكريه للتصنيع وللتطوير مثل مركز الملك عبد الله الثاني للتصميم والتطوير KADDB دي بي عام 1999 ويحرص على رعاية تخريج دورات الضباط المشاركين في كلية الدفاع الوطني وكلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، وأفواج الخريجين العسكريين من جامعة مؤتة، ومرشحي الطيران من كلية الحسين الجوية. ويصف جلالة القائد الأعلى عبد الله الثاني بن الحسين شعوره بين أفواج الخريجين قائلا: إنه ليس هناك أسعد ولا أجمل من اليوم الذي أكون فيه بين إخواني النشامة رفاق السلاح الذين عشت بينهم أجمل سنوات عمري وشبابي في كل معسكر وكل خندق على تراب هذا الوطن الذي نفديه بأرواحنا. أذكر أهم الكليات التي توفر للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي الخريجين المدربين. ناقش دور الملك عبد الله الثاني بن الحسين المادي والمعنوي المتميز في دعم وتطوير الجيش العربي. ثانيا الدور القومي للقوات المسلحه الاردنيه الجيش العربي خاض الجيش العربي العديد من المعارك البطوليه. وكان له شرف الدفاع عن فلسطين والاحتفاظ باجزاء منها بعيدا عن الاحتلال. وشارك في جميع المعارك التي خاضها العرب دفاعا عن فلسطين. وللتعرف الى دور الجيش العربي في دعم القضية الفلسطينية نتامل الشكل الاتي ثم اجب عما يليه. الجيش العربي والقضية الفلسطينية. واحد مساعدة المقاومين ودعمهم للقتال في فلسطين قبل عام 1948 اثنان خاض الجيش العربي في عام 1948 مجموعة من المعارك على ارض فلسطين مثل معركة القدس واللطرون ومعارك باب الواد للدفاع عن فلسطين وحماية المقدسات الاسلامية والمسيحية والحفاظ عليها. ثلاثة مشاركة الجيش العربي في حرب حزيران عام 1967. أربعة المشاركة في حرب عام 1973 إلى جانب كل من مصر وسوريا. ناقش أهمية الدور العسكري للجيش العربي الأردني في دعم القضية الفلسطينية. تعد معركة الكرامة عام 1968 مرحلة مفصلية تاريخية من بين الحروب العربية الإسرائيلية، فهي أول معركة عربية انتصرت فيها القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي على الجيش الاسرائيلي فقد سعت اسرائيل الى احتلال اجزاء من الضفه الشرقيه في الاردن ولكن بعد معارك ضاريه تمكنت قوات الجيش الاردني الباسله من دحر العدو وهزيمته وتكبيده الخسائر في العتاد والارواح وللتعرف الى نتائج حرب الكرامه تامل الشكل الاتي ثم اجب عما يليه نتائج معركة الكرامة عام 1968 النتائج السياسية 1- تنبيه الرأي العام العالمي إلى العدوان الإسرائيلي المتكرر على الدول العربية 2- أصدر مجلس الأمن قرار رقم قرار رقم 248 يدين به العمل العسكري الإسرائيلي ثانياً النتائج العسكرية بلغت خسائر الجيش الإسرائيلي 250 قتيلاً و450 جريحاً. قدم الجيش العربي الأردني 61 شهيداً و108 جرحى. النتائج المعنوية 1 رفع الروح المعنوية للعرب عامة والأردنية والأردنيين خاصة. اثنان: تعزيز دور الاردن على الساحة العربية والدولية. ثلاثة: تحطيم اسطورة الجيش الاسرائيلي المزعومة بانه لا يقهر. ناقش اثر معركة الكرامة في القضية الفلسطينية. ثالثا: الدور التنموي للقوات المسلحة الاردنية الجيش العربي. قام الجيش العربي الأردني بالعديد من المهام التنموية المتنوعة التي ساعدت على دعم الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المملكة الأردنية الهاشمية ومن أبرز مجالات هذه التنمية ما يلي واحد مجال التعليم إقامة مدارس الثقافة العسكرية في مختلف مناطق المملكة الأردنية الهاشمية مثل مدرسة الشهيد فيصل في عمان، والاهتمام بالتعليم الجامعي، مثل إنشاء الفرع العسكري في جامعة مؤتا في محافظة الكرك. اثنان: مجال الزراعة، إنشاء الطرق الزراعية وإزالة الألغام من الأراضي لاستصلاحها، وانشاء العديد من السدود، مثل سد سواقة في الكرك. ثلاثة: مجال الصحة. ركز الجيش العربي الأردني على المستشفيات في المحافظات الأردنية كافة مثل مدينة الحسين الطبية والمراكز الصحية إضافة إلى توفير التأمين الصحي لمنتسبي الجيش العربي الأردني وعائلاتهم وتقديم العلاج لغير الخاضعين لمظلة التأمين الصحي أربعة مجال الإعلام الرعاية الإعلامية في الجيش الأردني العربي الأردني لها أهميتها في رفع الروح المعنوية عن طريق مديرية التوجيه المعنوي ونشر الثقافة عن طريق إصدار العديد من المجلات مثل مجلة الأقصى التي صدر عددها الأول عام 1969 إضافة إلى بث البرامج الإذاعية. وضح الدورة التنموية الشامل للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. عدد أسماء المراكز الصحية والمستشفيات العسكرية في منطقتك. فكر، ما الدلالة القومية لصدور مجلة الأقصى عام 1969 عن قيادة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي؟ ولمعرفة دور المرأة الأردنية التنموي في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تأمل الشكل الآتي ثم أجب عما يليه الدور التنموي للمرأة الأردنية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي واحد التعليم والتدريب كمعلمات ومدربات في معاهد الجيش العربي الأردني اثنان العمل في في الخدمات الطبية في مجال الطب والتمريض والصيدلة والمهن الطبية المساندة. ثلاثة العمل في الوحدات المركزية مثل القيادة العامة وفي مديرية الإسكان كمهندسات متخصصات فيها. اهتمت القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بضرورة مشاركة المرأة فيه منذ عام 1950، نظرا للكفاءة والمعرفة التي اثبتتها خلال مشاركتها إلى جانب الجنود في أداء المهام. اذكر أبرز المجالات التي عملت بها المرأة الأردنية في القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. فكر، أهمية مشاركة المرأة الأردنية في التنمية الوطنية نشاط قم بالتنسيق مع معلمك بزيارة إلى متحف صرح الشهيد أو إحدى المؤسسات العسكرية الخدمية في منطقتك ثم اكتب تقريرا وعرضه أمام زملائك أسئلة الفصل عرف ما يلي تعريب قيادة الجيش العربي الأردني مجلة الأقصى. اثنان، وضح دور الملك عبد الله الثاني بن الحسين في تطوير الجيش العربي الأردني. ثلاثة، بيّن الأقسام التي تكون، التي تكون منها الجيش العربي الأردني في بداية تأسيسه. أربعة، املأ الفراغ بالكلمات المناسبة. ألف شاركت المرأة الأردنية في صفوف الجيش العربي الأردني منذ عام إملأ الفراغ. باء قدم الجيش العربي الأردني في مجال التنمية الزراعية العديد من الأعمال منها واحد إملأ الفراغ، اثنان إملأ الفراغ. خمسة بين دور الجيش العربي الأردني في مجال التنمية. ستة أكمل الجدول الآتي بأهم الأحداث التي تتعلق بالجيش العربي الأردني. التاريخ 1921 اذكر أبرز الأحداث. عام 1923 اذكر أبرز الأحداث. عام 1941 اذكر أهم أبرز الأحداث. عام الف اذكر ابرز الاحداث واخيرا عام 1968 اذكر ابرز الاحداث اسئله الوحده واحد عرف ما يلي مجلس المشاورين ديوان المحاسبه الميثاق الوطني عام 1991 التنمية السياسية إثنان بيّن بنود المعاهدة الأردنية البريطانية عام 1928 ثلاثة بيّن أسباب ما يلي ألف ازدهار العقبة اقتصاديا في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين ب يسمى عهد الملك طلال العهد الدستوري جيم تطور قطاع الزراعة في الغور الأردني في عهد الملك الباني الحسين بن طلال. أربعة، ما إنجازات الجيش العربي الأردني في مجال التنمية؟ خمسة، اذكر قرارات المجلس التشريعي الأردني عام 1946 ستة، وضح دور المرأة الأردنية في قطاع في قطاعات الجيش المختلفة. سبعة، اكمل الجدول بالتاريخ المناسب للاحداث الاتيه الحدث تاسيس اماره شرق الاردن اذكر التاريخ الحدث صدور الدستور الاردني المعمول به حاليا اذكر التاريخ الحدث تولي الملك الحسين بن طلال سلطاته الدستوريه اذكر التاريخ الحدث تعريب قياده الجيش العربي الاردني اذكر التاريخ واخيرا الحدث تولي الملك عبد الله الثاني بن الحسين سلطاته الدستوريه اذكر التاريخ. التقويم الذاتي. قيم تعلمك لهذه الوحده من خلال الجدول الاتي: معايير التقويم الذاتي بنعم او لا. واحد: اتعرف الى مراحل تطور الحياه السياسيه في عهد الاماره. اثنان: أرسم خطا زمنيا لأهم الأحداث من عام 1921 إلى عام 1999. ثلاثة: أصمم عرضا تقديميا باستخدام الحاسوب لكل ملك من الملوك الهاشميين وإنجازاتهم. أربعة: أصنف الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإدارية لكل ملك من ملوك الأردن. خمسة أفتخر بإنجازات الملوك الهاشميين في الأردن. ستة أثمن التطوير والتعزيز الذي قام به الملك عبد الله الثاني بن الحسين في مختلف مجالات التنمية والاقتصاد. تمت الوحدة